والآن مع أخبار الطقس. رغدة أبو ليلى تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة. عليك رغدة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 19-10 الطقس مائل للبرودة، الإسكندرية 19-10 مائل للبرودة، مطروح 19-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-9. ننتقل إلى السويس 18-10، العريش 19-11، طابا 16-14، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 20-14. أما عن الأقصر ف20-9، أسوان 21-10، الوادي الجديد 22-7، شلاتين 23-12، أخيرا حلايب 20-12. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.